أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر
وعليك وعلى آلك
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك نعم ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما جميل يا ابن الشيخ صبري. إن ربك عليم حكيم. عظمة. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات. الله أكبر. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
روعه ما تقابل مولي. يا سلام جميل يا منشاوي. نعم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أيوة أيوة يا أستاذ والتصوير. نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. جميل جميل يا بيت القرآن. نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال الجب ينزل
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يا سلام. الله. الله أكبر. يا سلام. عظمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرسله على غد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أيوة أيوة يا مولانا. نعم جميل. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أحب إلى صالحين. قال
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. إن
قوة إلا بالله. فلم
والله المستعان على ما تصفون. يا أستاذ يا أستاذ نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى والله عليم بما يعملون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Yes.
قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان على ما تصفون. أيوة وجيء السيارة وجيء السيارة فأرسلوا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أيوة يا بيت القرآن. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواك. أيوة. يا سلام. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته
حلوه. يا سلام. الله الله. ايوه جميل. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. نعم. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. عايز التأكيد. الإكرام ده عايز تأكيد. الله يكرمك. الله. نعم. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى الله أكبر. عظمة روعة. نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. سبحان الله. الله الله. يا سلام. وقال الذي اشتريه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
النبي اللي خليته تروح للبلد يا عم الحاج. الله اكبر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. عظمة عظمة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما أستاذ. نعم نعم نعم. وكذلك نجزي المحسنين. نعم يا بيت القرآن. أيوة يا حاج يا أبو أسامة. الله أراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هئت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال معاذ الله. الله 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 ال
وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال معاذ الله وكذلك نجزي المحسنين ربنا يكرمك ويزيدك ويحفظك نعم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب يا رجال أيوه نعم وغلقت الأبواب يا عصف نعم وغلقت الأبواب أيوة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله
الموسيقى الله الله الهندسة القرآنية الله. قال معاذ الله يا أستاذ نعم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما يا عيني على العطاء وكذلك نجزي المحسنين الله أكبر. الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون حقا نعم. ولقد همت به اسمع وصلي على النبي نعم الله أكبر. ولقد أمت به تشريع أيوه. ولقد أمت به وهم بها لولا يا سلام براء. ولقد همت به ايوه ولقد همت به وان بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء أئنه من عبادنا المخلصين يا أستاذ
نعم. واستبق الباب. ايوه نعم. واستبق الباب. يا استاذ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدا الله أكبر. ربنا يحفظك ويزيدك ويديك الصحة. الله أكبر. أول مرة والله. جميل جميل. وصلي على النبي. نعم. وألف يا سيدا لدى الباب. حلاوة. نعم. الله. ايوه. والف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا واستبق الباب. يا عيني. نعم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. نعم يا أستاذ. راح النبي. نعم. ايوه. والف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا بالتاريخ. ما في قارئ قرأ هذا العام الشيخ. الله أكبر. من حقك يا بس تتعب. الله أكبر. الله. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. لا إله إلا الله. إنك
فصدقت وهو من الكاذبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني على الوضوح جميل. ايوه الشر جميل جميل يا استاذ. فلما رئي قميصه قد من دبر دعاء حياه النبله نسمع واتبع قلبك وحياه لا اله الا الله. انا الناس كلها معيداني. الله يكرمك. الله صلوا على رسول الله. واستبق الباب. الله أكبر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب. الله يا سلام يا سلام. وشهد شاهد. أيوة. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رئي قميصه قد
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا. قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. ربنا يحفظك ويديك الصحة. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. شوف الشارع. نعم. قصة مصورة أمامنا والله. نعم. وقالت اخرج عليهن. أيوة. يا سلام. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه
لله ما بشرا إن هذا إلا